وبعد اول ربع ساعه او نص ساعه من الفيلم الشاشه حقت السينما قالت بوم الفيديو هذا نزلته بناء على طلب الناس اللي كانوا موجودين في بث امس في انستغرام واكيد معظم الناس اللي يتابعوني في انستغرام او يتابعون بثوثي على الانستغرام عارفين انه جوالي مصاب بحمى مزمنه شغل البث عشر دقائق بالضبط ويتحول جوالي الى مقلات زيت ولا قدر ضغط ويعلق البث ويعلق الجوال وكل شيء في الحياه وخلاص اضطر اني اقفل المكيف كيف اضطر اقفل الجوال واحطه في المكيف عشان يبرد شويه المهم عليكم القصه دي قلتها امس وتعلق الجوال بعدين قلتها مرة ثانيه وعلق الجوال ناس شافوها وناس ما شافوها اقول ايش اسوي لكم فيديو كامل عنها وبالمره يعني علشان نسولف مع بعض وتعرفون جزء من شخصيتي اللطيفة القصة هذه يا جماعة حصلت لي قبل 48 ساعة من موعدي مع فيلم تينت الأسبوع الماضي أنا يا جماعة مرة أحب أفلام كريستوفر نولن أي عمل ينزله كريستوفر نولن تلاقوني متحمس له من قبل ما ينزل التريلر تبعه حتى وفيلم تينت واحد من الأفلام اللي كنت متحمس لها من قبل أكثر من سنة وظليت منتظر هذا الفيلم على أحر من الجمر قليلة هي الأفلام اللي أتحمس لها بهذا الشكل مرت سنة نزل الإعلان الأول للفيلم ونزل الثاني والثالث وقت اقترب موعد صدور فيلم تنت اخيرا وفجأة جاتنا مصيبة كورونا وتكنسل موعد عرض الفيلم وتم تحديد موعد عرض ثاني للفيلم، قلنا ما عليه يا عمي كل تأخيرة وفيها خيرة ولما اقترب موعد عرض الفيلم الجديد برضه اتكنسل وتم تأجيله، قلت برضه يا عمي خيرة الزبدة هالفيلم ما وصل إلى ساحات السينما إلا بعد ما طلع لي روحي، المهم يا جماعة فوكس سينما الله يعطيهم العافية في ريدسي مول فتحوا الحجز المسبق قبل موعد عرض الفيلم بحوالي 15 يوم. وانا من الحماس قلت الان باحجز الفيلم بدري بدري قبل تصير زحمه وعلى طول رفعت السماعه واتصلت على صاحبي عادل تعرفون ليش اتصلت الحين قلت يا عادل فيه فيلم مره مجنون لازم نحجزه وقتها كان وسط الشهر وانا مطفر والراتب مره بعيد مره بعيد عادل قال تم يا ولد ازهلني ما عليك قلت له هيا على يدك احجز لنا التذاكر قال ما عليك يا ولد مره 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 ازهل الموضوع الزبده انه حجز لنا التذاكر لي انا وعادل وتركي عبد الرحمن اربع اشخاص وكان موعد الفيلم يوم الجمعه الساعه 1:30 في الليل وباقي على موعد الفيلم حوالي اسبوعين وهاتك يا الوجيه قلبت مسوق لنولن تسويق ليل نهار سويت جروب في الواتساب للعيال اللي بيروحوا معي الفيلم وجالس احمسهم للفيلم ابغاهم يتابعون هم متحمسين مثلي وارسل لهم التريلرات واشرح لهم قد ايش نولن مره مخرج رهيب وفخم واحب افلامه الزبدة العيال انبلفوا بلف تحمسوا حماس لدرجه قالوا يا بويا متى يجي موعد الفيلم هذا اللي اشغلت امنا فيه طبعا العيال يعني يتابعوا افلام بس ما هم مطلعين على اسماء مخرجين وزي كذا المهم واصور في سناب واغرج في تويتر واسولف بثوث الانستغرام عن فيلم تنت حماس الين خلاص خلاص ما قد تحمست زي كذا من زمان المهم جاء الموعد المنشود او بالتحديد يوم الخميس يعني قبل موعد الفيلم بحوالي 48 ساعه موعد الفيلم يوم الجمعه ليله السبت الساعه واحدة في الليل او 1 ونص المهم يوم الخميس اخذ بنتي وزوجتي وننزل على جده نزلتهم وحطيتهم في بيت عمي وطلعت مع العيال تجمعنا في بيت عادل تعشينا تقهوينا لعبنا بلاي ستيشن تابعنا فيلم على التلفزيون المهم فصلوا الشباب على الساعه ستة تقريبا قلت يلا نوم لو عاد انا مطفشهم واقول لهم لازم تناموا كويس الفيلم مدته ساعتين ونص ابغاكم تكونوا مره مركزين ابغاكم تشغلوا عقولكم ما ابغى اشوف احد نعسان في الفيلم قالوا ما عليك اطمن مره احنا بس ننحط على السرير ما راح نصحى اصلا الا واحنا شبعانين نوم ويكند والامور طيبه <applause> المهم الساعه 6 الصباح كل واحد مسك ركنيه ونام فجاه الساعه 10 الصباح الا انا صاحي طلعت قلت هذه الساعه كم عشرة في الليل ولا ايش ليش ايش فيني صاحي من بدري يا وجيه انت اكثر واحد يحتاج تنام علشان تتابع الفيلم وانت مفتح وكم نمت نمت اربع ساعات اربع ساعات انت وجهك ارجع نام الله يقطع ام الحماس اللي انت فيه المهم والله وارجع اتغطى كذا واحاول انام ما في فايده النوم طار حماس طفل طفل تعرفون الطفل اللي لما اول يوم له في المدرسه كيف شايل الشنطه على ظهره من الساعه 6 الفجر وواقف كذا عند باب الشارع منتظر الباص يجي اللي بيجي الساعة الساعة 8 نفس وضعي بالضبط <تصفيق> <تصفيق> المهم جلست على الجوال لين صحي العيال الساعه يمكن 2 الظهر قال يا ولد وجهك ايش فيه شكلك صاحي من بدري قلت يا عمي اسكتوا بس خلوها على الله خلوها على الله شوفوا لنا اكل بس المهم على ما صح صحوا ولبسنا وتقهوينا وكذا ولما جات الساعه 4 العصر طلعنا نتغدى وبعد الغدا طلعنا على البحر وكان الجو تعيس جدا وحر وضيقة صدر ضيعنا كم ساعه هناك لين جت الساعه 7 المغرب تقريبا في البحر ذبحنا الحر وانا من الطايف متعود على البراد قلت يا ابويا قوموا شوفوا لنا مكان بارد نجلس فيه قالوا كافي قلت لا الكافيهات ما هي جوي ولا احب اجلس فيها قالوا اجل وين نروح يعني ما في يا يعني نروح نجلس في كافي ولا نجلس هنا في البحر ولا نروح نشوف لنا اي اكتيفيتي كذا غريبه ما ادري ما كان عندنا خيارات صراحه <applause> انا من الحماس قلت لهم ايش رايكم نروح ريد اللي فيها السينما حماس بس ايش بطريقه غير مباشره؟ نتسوق شوي ومنها يعني ناخذ لنا كم لفه ونتعشى هناك بالمره، يعني قدامنا ست ساعات نقدر نضيعها في المول. يلعن ام الطفش اللي انت فيه يا وجيه، ايش سويت في العيال الغلابه اللي معاك ذولي؟ قالوا خلينا نرجع البيت نلعب بلايستيشن وكذا قلت لا خلاص السينما هنا جنبنا وكل شيء امورنا طيبه ولا ابغى اراهن على رجعتنا للبيت في اخر الدنيا، يمكن يطلع لنا اي خازوق يخرب علينا الطلعه ولا نتاخر على الفيلم وانا ما ابغى افوت دقيقة من الفيلم، معليش لو سمحتم، قالوا خلاص نروح نضيعها في المول وأمرنا لله، الله يعيننا عليك يا وجيه، أقسم بالله يا جماعة الست ساعات هذيك أطول ست ساعات في حياتي، تعشينا، تقهوينا، تعشينا مرة ثانية، طلعنا برا المول، رجعنا، دخلنا، خرجنا، قابلنا ناس، فارقنا ناس، دخلنا عشرين محل وخرجنا من عشرين محل، لا وزيدكم من الشعر بيت أخذت لي غفوة في أحد كراسي الانتظار، الحماس اللي الله يحرمكم منه <applause> المهم جاء موعد الفيلم اخيرا طبعا موعد الفيلم الساعه واحدة ونص انا دخلت العيال للسينما من الساعه واحدة اقسم بالله العيال ماخذين وضعيه سكتة ومتحمله انا سكتة ومتحمله المهم بدا الفيلم اخيرا وانا مره مركز اتوقع حتى ما كنت ارمش يا رجل من التركيز وبعد اول ربع ساعه او نص ساعه من الفيلم الشاشه حقت السينما قالت بوم صارت الوانها كذا على وردي و... لا لا ارجوك لا مو, 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 مو هي مي هي لا لا اكيد اكيد عمو نولن اكيد كريستوفر نولن مسوي كذا مقلب فينا او هذه مؤثرات بصريه يعني ايش جزء من الفيلم هذه خراب الشاشه جزء من الفيلم عقلي يرفض انه يصدق ان الشاشه خربت بعد هذه اليومين الخايسه ومو اي شاشه تتعطل شاشه اي ماكس شاشه اكبر من حياتي تمتد من الشرق الى الغرب تخرب فجاه على الفيلم اللي انا حاشته 15 يوم لا 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 ما هي واكمل متابعه الفيلم الفيلم ظل شغال مع الشاشه الورديه دي والامور طيبه وانا مركز والعيال يقولوا لي يا دحوم انا اقول ما في شيء ما في شيء تابعوا الفيلم وانت ساكتين شويه شويه الناس بدات تطلع من الصاله عادل يطالع فيني واقول له اسكت خلاص وتركي أه طالع فيني اقول له لا تمسكني وشويه دخلوا كذا كم واحد يهرولون ودخلوا من ورا كذا وانا مسوي ماني شايفهم مركز مع الفيلم عقلي انقسم نصين ذيك الساعه قلب دولفين نص مع الفيلم ونص مع الناس اللي تصلح الشاشه هل من بعد الحوسه ذيك والقربعه اللي سواها فجأة دخل واحد وقف الرجال قدام الشاشة وقال السلام عليكم نعتذر منكم الشاشة متعطلة عطل تقني بسيط راح نحل المشكلة خلال عشر دقائق وراح نعيد لكم الفيلم من مكان ما حصلت المشكلة مرة لا تشيلوا هم عشر دقائق بس عاد ايش يسكت العيال هذيك الساعة؟ ايش يسكتهم؟ عبد الرحمن كيف الفيلم كان بالله؟ فهمت كل شيء؟ منورنا الساعة كيف الفيلم بالله كان عبد الرحمن؟ <applause> يا وجه النحس <applause> يا اخوان تخيلوا الفيلم اللي راح نشوفه تكنسل الشاشه بكبرى خربت بسبب هذا النحس حسبي الله على ابليس شاشه كم وقفتين متخاف تخاف الله نزلت على راسي سنابات نزلت على راسي طقطقة وونسة واستهبال صرت مشهور في سنابات العيال هذاك اليوم فعلا صرت نكتة اليوم الوجيه المهم بعد عشر دقائق من الطقطقة والونسة على راسي رجعنا للسينما اول ما رجعنا الا لقينا الناس كلهم متجمعين حول المشرف وكان المشرف اسمه هيثم الله يعطيه العافية كان مرة متعاون وصلنا عنده شو السالفة يا هيثم قال والله نعتذر منكم العطل ما راح ينحل اليوم ولكن راح نعوضكم راجعونا او الحقوني عند الكاشير ويعني بنشوف حل المشكلة بنعوض انا خلاص الضيقة فيني الدمعه هنا يا جماعه الدمعه هنا هنا في طرف عيني خلاص بس اسوي كذا ابكي <applause> قلت يلا ما عليه يمكن نلاقي موعد ثاني للفيلم في صاله ثانيه وكذا وصلنا انا وعادل عند هيثم في الكاشير والله يشهد انه كان مره متعاون ومحترم ومتفهم قدامه حوالي 200 شخص غضبانين وهو كان ماسك نفسه الله يعطيه العافيه صراحه يعني ما, 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 ما ادري ايش اقول له صراحه شكرا هيثم ما ادري اذا بتشوف الفيديو ذا بطريقه ما المهم هيثم قال خلاص بنرجع لكم فلوسكم وانتم مرجعوا احجزوا من جديد ونعتذر منكم والله انا كوجيه من القهر والغبنه قلت خلاص يا عمي هات الفلوس الله يقطع ابو الفيلم وابو الحماس الزايد اللي انا فيه ما عاد ابغى اسوي مراجعه للفيلم ما عاد ابغى اتابع الفيلم ابغى انقلع البيت مو البيت ابغى ارجع الطايف انام على سريري فجاه اللي عادل قال لا والف لا عادل كذا انسان حامي فاهمين ما ما ما, ما عنده صبر ينفجر انفجر انفجر قال لا والف لا والله يا وجيه انك لا تشوف الفيلم يا حبيبي صدقني ما تجي من الطايف وتدق هالمشوار وتشغل اهلنا من 15 يوم على هالفيلم واخر شيء يروح علينا الحجز عادل صار يقول له هيثم الادمي هذا جاي من الطايف وصدقني ما خليه يرجع الطايف بدون ما يتابع الفيلم تصرف قال هيثم قولوا كيف يعني اساعدكم ما في اي حجوزات اليوم انتهى اليوم انتهى احجز لكم موعد بكره طيب قلنا له يا ليت بالله يا ليت تكفى قال اوكي في موعد بكره الساعه 1 في الليل في شاشات الاي ماكس بس الساعه واحدة في الليل يوم السبت ليله احد تعبوا يا ابوي عندي دوام انا يوم الاحد ما ينفع وعلى بال ما ارجع من الطائف يعني يوم الاحد ما راح اداوم قال طيب في ستاندر ينفع ستاندر الساعه 3 الظهر قلنا يا عمي ستاندر لو شاشه تلفزيون لو عندك تلفزيون في المكتب صغير كذا بنروح نتابع الفيلم فيه بس شوف لنا صرفه المهم والله فعلا حجزنا لنا ستاندر الله يعطي العافيه وعوضنا عن فارق المبلغ ما قصروا شكرا بوكس سينما صراحه يعني فعلا احتووا المشكله المهم انه انتهى ذاك اليوم اخذنا التذاكر ورجعنا على البيت وطبعا من هذيك اللحظه الين بيت عادل سنابات على راسي سي. ونروح دحين السينما ونجلس يمكن 10 دقائق وتخرب الشاشه بكبرها تخيلين الشاشه بكبرها خربت الريتسي وقف <applause> <applause> اللمبات طفت يا الله يا الله يا عبد الرحمن ايش سويت؟ ايش سويت عبد الرحمن انت؟ ايش شعورك بالله يا ابو داحم؟ تعليقك امان الموضوع تعليقك ايش تعليقك؟ وضعيه هذه اسمها وضعيه الميت ضحك طقطقه شغلوا لي اغاني حزينه في السياره يا <applause> <applause> العيال فلوها على راسي هذاك اليوم وانا ماخذ ما وضعيه حياه الفهد <applause> اقسم بالله خلاص كنت بنفجر بس ابغى اروح كذا انام وانخمد الين يجي موعد الفيلم، الزبده رجعنا البيت قهوينا ولعبنا بلاي شويه وسولفنا وضحكنا وطقطقنا واستهبلنا وجلسنا نضحك على المواقف اللي صارت الين الساعة 6 الفجر، الساعة 6 الفجر كل واحد اخذ له زاوية ونمنا، ولكم ان تتخيلوا متى صحي الوجيه، متى صحي الاسد المتحمس، الساعة 9 وانا صاحي مثل الاسد كذا، ما صحيت كذا بعدين وانا على السرير لا صحيت واقف كذا، لقيت نفسي واقف في الغرفة وطالع الساعة كم حماس حماس باقي متحمس انت ما تتوب خلاص لا تتحمس الحماس شوف ايش سوالك اه يا قلبي والله اني تبهذلت الله يسامحك يا نولن جلس صاحي وامري لله لين الساعة واحدة الظهر تقريبا تغدينا تقهوينا الساعة ثلاثة الا ربع تقريبا كذا مشينا للسينما قلت للعيال شوفوا يا جماعة يعني لو خربت بكرة الساعة واحدة الظهر صدقوني راح <applause> اعلن لو حصل اي ظرف اي شيء اي مانع اي مصيبه اي حاجه تحصل وتكون سبب في اني ما اتابع فيلم تينيت كمان اليوم صدقوني راح اعتزل واحذف كل حساباتي في السوشيال ميديا وراح اقفل قناتي على اليوتيوب اوكي كان قرار متسرع وقتها الحمد لله انه ما صار شيء ولكن الحمد لله وصلنا على خير تابعنا الفيلم على خير صح انه ما كانت تجربه الستاندر ممتعه بقدر الايماكس ولكنها ادت الغرض ولله الحمد انبسطنا واللي كنت شايل همه ان العيال ما يعجبهم الفيلم ويقولوا انك طشتنا وطفشت اهلنا وكمان يطلع الفيلم خا ولكن الحمد لله عجبهم الفيلم ومره انبسطوا عليه وجلسنا نحلل الاحداث كذا ومراجعات ومسويين فاهمين يعني طول الطريق في السياره واحنا كل واحد فوادي اقسم بالله الفيلم يلحس المخ <applause> انا متاكد تركي فاهم قصه وعادل فاهم قصه وعبد الرحمن عبد الرحمن عاد الله اعلم شكله ما تابع الفيلم شكله كان يسلك لي ماني عارف لاني اعرف جوه ما يحب الافلام ذي <applause> الزبده يا جماعه ما افتكر اني ضحكت كثير ولكن ذاك اليوم بعد الفيلم وبعد ما شفناه نزل ضحك ضحكنا ضحك يا لطيف يب عدى ذاك اليوم على خير والحمد لله انه شفنا الفيلم آه بس يا جماعه حبيت اشارك معاكم هذه القصه اللطيفه الق... اللطيفه القصه الحزينه ما اعرف ايش نسميها صراحه المفروض كذا نسوي فيلم قصير اسمه تنت بس ايش تنت قصير نسخه الوجيه النسخه النايمه النسخة الحزينة يب أزبد يا جماعة أحب أقول لكم لا تتحمسوا أكثر من اللازم لأي شيء خلوا الأمور دائما تمشي مثل ما هي الحماس الزائد دائما يجيب نتائج تجيب الهم ولكم من قصتي عبرة ولو عندكم ما عاد أدري يبكي ولا أضحك كلاهما كذا في بكوة وضحكة في الموضوع وبس والله كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم